صباح الخير على كل الناس اللي بتتابعنا الان عبر صباح الاف ام. كل سنه وانتم طيبين وعام سعيد وعمر مديد، ربنا ان شاء الله يحقق كل الامنيات الطيبه المباركه كالعاده والمعتاد. دائما نتواصل معكم في صباح كل يعني امل جديد وتفاؤل بطبيعه الحال يبني هذا السودان رغم كل شيء. دائما بنحاول بكل الطرق والسبل الممكنه انه نحن نرسم الابتسامه على اوجه سودانيين رغم الظروف ورغم المواجع ورغم كل حاجة. نحن بنقول إنه نحن مستمرين، بنقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وكل أيامنا سعيدة بإذن الله. نتواصل معكم عبر صباح الإف إم، مساحة حية للتواصل مع المستمع والمشاهد الكريم. أهلا بكم. Thank you.
حبيبي هذا. Thank you.